ليس من رأى كمن سمع. في شتاء طنطورة من لم يعش التجربة ليس كمن رأى. مهرجان شتاء طنطورة يفتح أبوابه مجدداً لعشاق الفنون والثقافة من حول العالم للاستمتاع بمجموعة من العروض والفعاليات والتجارب الفنية والتراثية. نحن هنا في جولة فريدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، متعتها تبدأ منذ الاقتراب لحدود محافظة العلا الغنية بمعالم التاريخ والحضارة. من الأعلى تستطيع الجزم بأنك على بضع أمتار من كنز ثقافي عريق لم يسبق لك زيارته من قبل. حفاوة الترحاب والتنظيم الدقيق سمة استقبال الزوار، تمهيداً لأيام ستبقى راسخة في الذاكرة والوجدان. في وقت قياسي تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز إلى 4 أضعاف. رغبة الإقامة تخضع لمزاج السائح. الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفرت للزوار تجارب مختلفة كهذه المساحات المليئة بالكرفانات المجهزة بأحدث المواصفات العالمية ليجمع المقيم فيها بين جمال وسحر المكان والرفاهية الفندقية. فنون الطهي هي جزء من المتعة هنا. المطاعم العالمية الفاخرة ذات تصنيف ميشلان تتواجد في مواقع ذات أهمية أثرية وطبيعة خلابة سواء في فترة النهار أو الليل. الأجواء الساحرة ليس لها مثيل وتتنافس لتقديم أشهى الأطباق. نهاية جولة اليوم الأول تضاهي روعة بداية الرحلة. مسرح مرايا الذي يعتبر أكبر مسرح مرايا في العالم احتضن أمسية كلاسيكية تخلد ذكرى ميلاد أعمال الموسيقار بيتهوفن. قدم فيها الفنانون العالميون عرضاً تكريمياً راقياً يليق بجمال وسحر العلا.